أما الآن مشاهدينا فإليكم آخر أخبار الاقتصاد وكناز محمد. مساء الخير كناز. مساء الخير كناز وفاء. شكرا. أهلا بكم مشاهدينا إلى جولة مع آخر وأهم الأخبار الاقتصادية، نبدأها بعد الفاصل. اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء توافق على تفعيل الإدخال المؤقت لمستلزمات الإنتاج والتعبئة بقصد تصنيع وإعادة التصدير. بمشاركة سوريا افتتاح الدورة الخامسة للمعرض الصيني الدولي للاستيراد. أهلا بكم إلى التفاصيل. وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على تفعيل الإدخال المؤقت لمستلزمات الإنتاج والتعبئة والتغليف بقصد التصنيع وإعادة التصدير. وطلبت وزارة الصناعة من اتحاد غرف الصناعة السورية بموجب كتاب لها موافاتها بقائمة المنشآت الصناعية المؤهلة للتصدير والمرتبة حسب الأولوية، وترغب بالاستفادة من عملية الإدخال المؤقت وفق قانون الجمارك لاستمرار العملية الإنتاجية، وذلك خلال 5 أيام. وكان وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية عقدوا اجتماعا في 20 من تشرين الأول الماضي بحضور مندوبي اتحاد غرف الصناعة السورية لمناقشة موضوع الإدخال المؤقت للمواد الأولية التي تخضع لقانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وتصنيعها في المنشآت الصناعية القائمة بقصد إعادة تصديرها. بمشاركة سوريا افتتحت الدورة الخامسة للمعرض الصيني الدولي للاستيراد افتراضيا بحضور الرئيس الصيني ومشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من الدول المشاركة ومسؤولين في بعض المنظمات والهيئات الدولية. ويستمر المعرض الذي حضره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل عبر الفيديو لغاية 10 من الشهر الحالي، ويرافقه عقد منتدى هونغ تشياو الاقتصادي الدولي والعديد من الأنشطة الأخرى. ويعتبر المعرض أكبر المنصات الدولية التي يتم من خلالها عرض منتجات الدول والشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض والترويج لعلاماتها التجارية وعقد الصفقات والشراكات. والمعرض هو أول معرض عالمي يركز على الاستيراد على المستوى الوطني، حيث بلغ حجم التداول التراكمي للدورات الأربع الماضية أكثر من 270 مليار دولار. إلى ذلك بلغت مساحة الجناح السوري المشارك في فعاليات معرض الصين الدولي للاستيراد 54 مترا مربعا، ضم فيها منتجات غذائية وطبية ومشغولات يدوية متنوعة. وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الجناح السوري في المعرض يضم 3 أقسام تم تخصيصها للشركات السورية الراغبة بعرض منتجاتها. وأوضحت الوزارة أنه تم تخصيص مساحة ضمن الجناح لتسليط الضوء على قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وبعض الفرص المتاحة للاستثمار، لافتة إلى أن الشركات السورية حافظت على تواجدها ومشاركاتها في المعرض خلال دوراته الخمس. بيّن مدير التسديف في المصرف العقاري أكرم درويش أن المصرف أتاح للعملاء الراغبين بالحصول على سقف القرض البالغ 10 ملايين ليرة ميزة جديدة، وهي أن يأتي المقترض الذي لا يكفي راتبه للحصول على كامل القرض بكفلاء يساوي مجموع رواتبهم مجتمعين قيمة القسط الشهري، وهو 235 ألف ليرة إذا كان القرض لمدة 5 سنوات و 192 ألف ليرة ل7 سنوات. ولفت درويش إلى أن المصرف ملتزم باحتساب النسبة المقررة بالقانون وهي 40% من الراتب مع التعويضات الثابتة. وأكد درويش أن للمقترض حرية اختيار طريقة التسديد، إما الاقتطاع من راتبه مباشرة من قبل محاسب الإدارة لدى المؤسسة التي يعمل بها، أو التسديد بشكل يدوي لدى أي فرع من فروع المصرف. ولم يخفي درويش أن المصرف العقاري سيدرس منح القرض الشخصي بكفالة وثيقة التأمين الصادرة عن المؤسسة العامة السورية للتأمين، وبذلك يخفف عن عملائه متاعب تأمين الكفلاء، وذلك بحسب الشروط الناظمة لوثيقة التأمين.
عادت المشاريع الصغيرة للظهور تدريجيا بريف إدلب بوصفها أحد الحلول للحد من الفقر والبطالة، سواء بالاعتماد على القدرات الذاتية للأهالي أنفسهم أو بدعم من المنظمات الإنسانية والمدنية والتي تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة. إصرار السيدة عبير حلوم على تأمين حياة كريمة لها ولأولادها قادها لتأسيس مشروع صغير في مدينة خان شيخون بريف إدلب ليشكل مصدر دخل يعيلها ويؤمن احتياجات أطفالها بعد أن فقدت معيلها نتيجة الحرب. بدأت بإمكانيات متواضعة، ومثابرتها على نجاح مشروعها أثمر اليوم عن محل لبيع المواد الغذائية المتنوعة وزاد رأس مالها أضعاف. جيت سكنت بالخان أول ما فتحوا للسكن، طرحت الجمعية السورية للتنمية مشاريع صغيرة، جيت أنا قدمت للمشروع، الحمد لله انقبلت ومشي الحال. أعطوني المشروع بقيمة 1,100,000 مع البراد، وبلشت أنا أجيب مواد، انزل على حما وجيب مواد، ومع الأيام يعني تطورت الأمور وصرت بيع واشتري، والحمد لله كتير يعني صار فيك انه صار عندي مورد مالي ثابت. تحول حلم عبير الى حقيقه رغم العقبات التي اعترضت طريقها من صعوبات المواصلات وارتفاع الاسعار بشكل يومي دون خبرتها في التعامل مع التغيرات السعريه، اضافه لصعوبه تامين المواد لمحلها كونها تتسوق موادها من حما وتنقلها لمدينتها خان شيخون بريف ادلب وبسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين. الصعوبات اللي أكثر شيء بنواجهها هي النقل، كلفة النقل بتصير بتعود على المحل عم بيعطي أرباح قليلة، بدك تجيب مثلا المواد من هنيك بدك تعطي أغلى، كمان المواطن ما بده يجي يشتري ما في هالقدرة الشرائية. بالنسبة لنا نحن كجمعية بتستهدف العائدين الجدد إلى المناطق، كان لنا تواجد بمنطقة خان شيخون مع أول استجابة عودي للمنطقة. من ضمن البرامج اللي بتدعمها الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية هو برنامج منح المشاريع الصغيرة، بيستهدف العائلات الأكثر هشاشة والأشد فقرا في المجتمع، والأولوية بتكون فيه للسيدات المعيلات فاقدات المعيل. طبعا هالمشروع هاد بيساهم بتأمين دخل ثابت، مصدر دخل ثابت للعائلة. الظروف الاقتصادية نتيجة الحرب تقف عائقا أمام أصحاب المشاريع الصغيرة نظرا لارتفاع التكاليف الذي يؤثر سلبا على الأرباح وقلة الخبرة لديهم، ولكن العزيمة على النجاح وتجاوز الصعوبات هو عنوان عبير التي تستمد القوة من عيون وضحكات أطفالها. مرحبا بكم من جديد. كشفت نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي فيرا يوروفا أن المفوضية لم تتجرأ على فرض حظر على استيراد الغاز الروسي ضمن قائمة العقوبات المفروضة على روسيا، لأنها لا تستطيع أن تسمح لنفسها بذلك كون بعض دول الاتحاد تعتمد بشكل كبير على هذا الغاز. وقالت يوروفا إن إدراج الغاز الروسي ضمن العقوبات لن يكون عملا مسؤولا تجاه بعض دول الاتحاد التي تعتمد على الغاز الروسي ولا سيما في وسط وشرق أوروبا، مضيفة أن المفوضية لن تتخذ أي خطوات من شأنها جعل بعض دول الاتحاد تدفع ثمنا كبيرا لمواقفها. وأشارت يوروفا إلى أن المفوضية تقوم الآن بعملية تقييم لوضع العقوبات التي فرضها الاتحاد على روسيا، مشددة على أن أي ردود فعل يجري الحديث عنها سيئة جدا، وخصوصا التدخل العسكري المباشر من جهة الناتو. قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إنه قد يكون هناك حاجة لرفع سعر الفائدة إلى مستوى تقييدي لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف عند 2%. وأضافت لاغارد في كلمة يوم الجمعة في العاصمة الأستونية تالين إنه بعد زيادة تكاليف الاقتراض بواقع نقطتين مئويتين خلال 3 أشهر قد يحتاج البنك المركزي الأوروبي أن يصل بهما إلى نقطة يمثلان عندها مكابح للاقتصاد. وتشهد أستونيا أسوأ زيادة في أسعار المستهلك في منطقة اليورو والتي تجاوزت 25%. ولا يزال مسؤولو المركزي الأوروبي يؤمنون بالحاجة إلى مكافحة التضخم رغم أن انكماشا اقتصاديا يلوح في الأفق، كما تخفف بعض البنوك المركزية وتيرة الزيادة في أسعار الفائدة. هذا وحذرت لاغارد الخميس الماضي من إمكانية حدوث
ركودا معتدل. بهذا تنتهي أخبار الاقتصاد لهذا المساء، شكرا للمتابعة وعودة لسياق النشر الرئيسية مع الزميلة وفاء. شكرا، يعطيك العافية. الله يعافيك.